السلام على رسول الله. أخوكم في الله يحيى القصبي معاون أمر قوات العليبية. الكلمة اللي نقولها في هالمناسبة العليمة هذه، نتمنى أن يحقن الله دماء المسلمين، ويتمنى من الله أن يمكننا الله من العصابات المسلحة وأن يعود الأمن لمدينة الكفرة. والسلام عليكم. في حد مسلم يقول كلمة؟ والله شو بنقول العصابات المسلحة هذه نعيس على المجيد، يعني بصدق يعني تو مش مثلا الأزويات تحسبيه لها شيء مع الحق عرب، لكن بالنسبة لأمس رأيتنا في قتال والسيارة هذه يعني في ناس شدية جديات بصدق، يعني أنا أمس كنت قاتل في السيارة هذه مع الحاج وسام بن حميد، وشوف هذه طاقة 14 ونص رميين بها من الذراع، وهذه شوف السيارة رميها ناس شديدة في صدق. نرجو من الإعلام أن يظهر الصورة الحقيقية تعتم سادنا 46 سنة تعتم الواقع. تعال شوفوا الكفرة وأسألوا أهلها على درديبيا وأسألوا كان نحن مكورين أو أيدب نطلعوا، لكن الواقع الصحراء. وأمس بالليل عند رمية عند المنطقة السويدية، أنا عن جزيرة السويدية قبة الحوش، في حاجة عزوز جاتنا هنا رمت علينا طلعينها من الحوش وقولوا وين ذناك وين ذناك، في ناس عصابات شديدة مع عيسى عبد المجيد مش التبو، في عصابات شديدة يا راسم عيسى عبد المجيد، واو الضرر تاعهم امس نحق فيهم انا ونجميه في السيارة هذه نشوف فيهم شهادية رسمي، وانا شاهد على كلام هذا في رقبتي يا اخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله.